السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المساله رقم 14 في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام. فاول حاجه، المساله اسمها كولاز سيكونس. كولاز دي عباره عن عالم رياضي الماني، تمام، كان حط علاقه بسيطه خالص، يعني لو اي حد قرأ العلاقه يفهمها على طول. تمام. الفكره فيها ايه؟ بيقول لك ان انت لو عندك رقم مثلا ان، ماشي، فانت هتشوف الرقم ده لو طلع زوجي هتقسمه على الاثنين، ولو طلع فردي فهتضربه في ثلاثة وتضيف عليه واحد، بس كده دي العلاقة. تمام. فمثلا عندك رقم 13 ده هيبقى فردي، فتضربه في 3 وتزود عليه واحد يديك 40، وبعد كده تقسمه على الاثنين 20، وتقسم على الاثنين 10، وهكذا، يعني لحد ما توصل ايه لرقم واحد. اول ما توصل رقم واحد اقف. تمام. فدي الفكرة كلها. طيب، هو طبعا المسألة ديت لحد دلوقتي مش عارفين يجيبوا لها حل. هو الحل فيها ايه؟ يعني هم عايزين يوصلوا ايه؟ هم عايزين يوصلوا لقاعدة، يعني قاعدة كده يعني ايه؟ تضم القاعدتين الاثنين دولت في بعض. تمام. ولحد دلوقتي بيقول لك ان ديت بتعتبر من ابسط المسائل الرياضيه اللي ما لقاهوش حل لحد دلوقتي، يعني مساله بسيطه خالص ويقدر اي حد يفهمها وما فيهاش تعقيدات كبيره، بس برضك لحد دلوقتي مش لاقيين لها حل. تمام. طيب، هو بروجكت اويلر عايز مننا ايه؟ ولا المساله دي طالبه ايه؟ المساله طالبه منك ان انت تجيب الرقم اللي له اكبر عدد من الخطوات لحد ما يوصل لرقم واحد، اللي هياخد اكبر عدد من الخطوات لحد ما يوصل لرقم واحد. تمام. طيب، فاول حاجه طبعا يعني ايه دي شكل البتاع بالظبط، هما بيرسموها كده كانها شكل شجره، كده كانها شكل شجره. تمام. والخطوات هي ايه؟ كانها الفروع كده. فانت مثلا رقم 2 هياخد خطوتين اللي هو 2 و1. تمام. رقم 4 هياخد 3 خطوات، 4 2 1. رقم 8 هياخد 4 خطوات، وهكذا يعني. تمام. فتعالى كده ناخدها بالترتيب. اول حاجه رقم 1. تمام. لو انت جيت بدات برقم 1، تمام، هتلاقي رقم واحد هتزود، هتضربه في 3 وتزود عليه واحد يديك 4، وبعد كده تمشي نفس الخطوات دي يعني، فهتفضل كأنك في متاهة كده، كأنك في لوب دايما مش هتطلع منه. تمام. فعشان كده هما بيقفوا عند رقم واحد. طيب، بعد رقم واحد رقم كام؟ 2. تمام. 2 زوجة تقسمه يبقى يديك 1. طيب، بعد كده بعد رقم 2 رقم 3، رقم 3 موجود فوق هنا اهو. طيب، رقم 3 طبعا هتعمل كده، هياخد تقريبا 8 خطوات، هياخد 8 خطوات عشان يوصل لرقم واحد. بعد رقم 3 4، بعد رقم 4 5، فين رقم 5؟ رقم 5 هنا اهوت. بعد رقم 5 رقم 6. ايه اللي انا عايز اوصله لك بس دلوقتي؟ انت لما تيجي توصل عند رقم 6 المفروض انت هتمشي على نفس الخطوات دي. تمام. طب ما انت مشيت عليها قبل كده فين؟ في رقم 3. تمام. لما احنا كنا في رقم 3 احنا مشينا بنفس الخطوات دي، وبالتالي انت لما توصل عند رقم 6 كده انت مشيت خطوه. تمام. وبعد كده انت عايز توصل لرقم واحد، فانت جيت قبلك مين؟ قبلك رقم 3. انت كنت حاسب اساسا الخطوات بتاعته، انت عارف ان انت لما تقف عند رقم 3 هتاخد 8 خطوات عشان توصل لرقم واحد، فبالتالي مش محتاج ان انا احسب الخطوات دي تاني. تمام. لا، انا اول ما اوصل لرقم 3 اقول له انا مشيت 8 خطوات، وبعد كده معايا رقم واحد خطوه قبل كده رقم 6، فيبقى بالتالي رقم 6 هياخد 9 خطوات. فدي الفكره كلها، دي اللي هتوفر عليك كتير جدا ان شاء الله يعني. تمام. فانت مش محتاج انت تقعد تحسب الحاجات دي كلها، انت بتشوف الارقام اللي انت حسبتها قبل كده، تمام، خدت كام خطوه وتكمل عليها. تمام. تبني على اللي انت بنيته قبل كده. تمام. يعني مثلا رقم مثلا كام؟ رقم 5 مثلا، رقم احنا مثلا 4 اهو، 4 خد 3 خطوات. تمام. ايه الرقم اللي بعده؟ رقم 4 5. تمام. فرقم 5 هياخد ادا 1 ادا 2 ادا 3. قابلنا رقم 4، انا عارف ان رقم 4 خد قبل كده 3 خطوات، يبقى رقم 5 هياخد 6 خطوات، بس كده. فدي الفكره كلها. تمام. طيب، انا طبعا انا جيت يعني انا هنشرح الحل دلوقتي، بس الحمد لله طلع الحل كويس جدا. يعني لما انا جيت جربته انا جربته على 10 مليون، هو خد 19 ثانيه. تمام. يعني تقريبا 20 ثانيه 19 ثانيه في الحدود دي. تمام. فهو دي طبعا يعني الحمد لله حل كويس جدا. يعني هو بروجكت اويلر لو انت كنت شفت المقدمه كان بيقول لك ان هو يعني يفترض الحل اللي انت تقدمه يحل المشكله في اقل من دقيقه. احنا التحدي بتاعه ان هو يكون عندك مشكله وتحلها اقل من دقيقه. تمام. فالحمد لله احنا حلناها في 20 ثانيه و10 مليون. تمام. طيب، فتعالى بقى نشوف الخطوات كانت عامله ازاي ولا ايه اللي احنا هنعمله. طيب، بص يا سيد، اول حاجه اسمها اللونجست كولادز. لونجست كولادز ديت عباره عن داله كده، تمام، هندي لها الاند بتاعتنا او النهايه او المدى اللي انت عايز تحسبه، يعني اللي عايز تحسب لحد مليون 2 مليون وهكذا يعني. تمام. فهو الفكرة فيها بتحسب العدد الذي سيأخذ أكبر عدد من الخطوات حتى يوصل إلى رقم واحد، حتى يصل إلى رقم واحد. طيب، طبعا الرقم اللي هو بيديهولنا ده اللي هو ذا إند ديت مش معطى معانا، يعني مش موجود معانا في الخطوات، يعني مش هحسبه هو كمان معانا في الخطوات. تمام. أو في الأرقام اللي أنا هحسبها. طيب، ديت أنا هعملها إيه؟ ذا إند بيساوي إنت إند ديت اللي أنا عملته، عشان لو أنا مثلا اديتها في الرقم ده
اديتها كده بالشكل ده، دي هيديني قيمة فلوت تمام. وبالتالي لو انا جيت استخدمتها بالفلوت واستخدمتها في الرينج فانكشن هنا هتديني ايرور او هتديني مشكلة، هتقول لي ان ما ينفعش ان انا استخدم فلوت في الرينج فانكشن، لازم يكون عدد انتجر تمام. فعشان كده انا حولتها لانتجر. طيب بعد كده عندك التري، التري دي بقى اللي هو مين، دي الشجرة بتاعتنا تمام. دي الشجرة بتاعتنا بقى بيبقى عبارة عن ايه، عبارة عن مفتاح وقيم، مفتاح وقيم. طيب فاول حاجة مثلا اول رقم، الرقم بتاعنا هو المفتاح ماشي، والقيمة بتاعته اللي هو عدد الخطوات بتاعته تمام. فاول حاجة اول رقم عندنا رقم واحد، هو كام خطوة، خطوة واحدة تمام. هنفرض ان هو خطوة واحدة تمام، احنا هنقف عنده مش هنتحرك تاني، ما احنا قلنا لو اتحركنا هنعمل في لوب ومش هنخلص تمام. تمام وبعد كده بقى ايه، بعد كده الفور، فور اي ان رينج تمام. دي بقى نبدا بقى نمشي من اول رقم اتنين لحد المليون تمام، او النهايه اللي هو مديهولنا تمام. طيب اللينس ده عباره عن مين، اللينس ده عباره عن عدد الخطوات تمام، الخطوات اللي انا هاخدها عشان اوصل لرقم واحد تمام. طيب بعد كده احنا هناخد مين، هناخد هنعمل نسخه من الاي بتاعتنا تمام. الرقم ده هنعمل منه نسخه ليه، عشان احنا النسخه ديت هنبدا نعدل عليها، نبدا بقى نقسمها على الاثنين او نضربها في ثلاثه ونزود عليها واحد والكلام ده كله، عشان نقدر ايه نجيب القيم اللي بعدها او الخطوات اللي بعدها. طيب فاحنا ايه البتاع المنطق بتاعنا او النهايه بتاعتنا ايه، ان احنا نوصل لرقم واحد، اول ما نوصل لرقم واحد نقف تمام. فطول ما الرقم بتاعنا يعني ما بيساويش رقم واحد هنفضل شغالين تمام. طيب هنا بقى الفكره كلها، الفكره دي مهمه جدا. اول حاجه انت هتعمل ايه، هنقول له تري اللي هي الشجره بتاعتنا بتاعت الارقام ديت دوت جيت تمام. ان هقول الفكره فيها ان انا هقول له ايه، ان انا هقول له شوف الرقم ان ده موجود عندك، لو كان موجود عندك قبل كده فهات لي الخطوات بتاعته، لو مش موجود رجع لي فولس. انت طب ما انت ممكن مثلا تقول لي طب ما انا ممكن استخدمها مثلا اقول له ايه تري واقول له ان، لا لو انت جيت قلت له تري بيس وقلت له ان كده كده هيديك خطا، عشان لو الرقم مش موجود عندك هيديك ايرور وهيطلع من البرنامج. انما لا، انما جيت الميزه فيها ان انت مثلا بتدي له قيمه او بتدي له مفتاح معين، فبيشوف المفتاح ده موجود فعلا فيرجع لك قيمته، لو مش موجود فبترجع قيمه افتراضيه اللي احنا خليناها بتساوي فولس تمام، بس كده. طيب فلو الرقم طلع موجود فعلا تمام، هنزود على قيمه اللينس ديت مين اللي هو مين اللي هو قيمه الان ديت، عدد الخطوات اللي الان خدتها تمام. وبعد كده نعمل بريك بقى، مش محتاجين ان احنا نقعد نكمل بقيه الحسابات ديت كلها، لا هنعمل بريك ونجيب الرقم اللي بعده تمام. طيب بعد كده، بعد كده طب افرض الرقم ما طلعش فموجود معانا في المفاتيح فنعمل ايه، دي القاعده بتاعتنا بقى. الفكره هي ميزه بسيطه خالص، انت ممكن تخليها اف والس والكلام ده كله، بس انا خليتها في سطر واحد تمام، اللي انت حابه برضه تمام. فالفكره فيها ان انا هقول له ايه، اقسم لي الرقم على الاثنين، امتى، لو الرقم كان عدد زوجي اللي هو الشرط ده. طيب لو ما كانش عدد زوجي خلاص خلي الان دي بيساوي مين، بيساوي 3 في ان زائد 1 بس كده تمام. دي ميزه مهمه، يعني دي حته مهمه جدا، انت لازم تستخدم قيمه الان اللي كانت معاك قبل كده تمام، عشان ديت احنا بنقعد نستخدمها في الحسابات اللي بعدها تمام. فما ينفعش ان انا استخدم نفس القيمه وافضل ثابت عليها، لا لازم اغير قيمه الان، عشان كده احنا خدناها نسخه من هنا عشان احنا نفضل نغير عليها تمام. طيب بعد كده، بعد كده بقى طبعا ايه، هخلي هزود بقى طبعا، انا جبت قيمه او جبت قيمه جديده او رقم جديد، فزود مين، ازود عدد الخطوات بمقدار واحد كده. الوايل لوب كده خلص، فهنعمل ايه، هنقول له التري اي بيساوي اللينس، يعني مثلا رقم 3 الاي دي مثلا بتساوي رقم 3 فيبقى اللينس بتاعها بيساوي 8، يبقى كده في الديكشنري جواه 3 بتساوي 8 تمام، بس كده. طيب طبعا بقى لو انت عايز مثلا ايه تعمل تطبع الديكشنري كله او تشوف عدد الخطوات اللي خدها كل رقم قد ايه، فانت ممكن بس تعمل ان كومنت او تشيل الكومنت بتاع ديت فتشوفها بس وتطبعها لك تمام. طيب الحته دي مهمه بقى، اللي هو الفكره احنا دلوقتي معانا مين، معانا المفاتيح والقيم، المفاتيح عباره عن الارقام ذات نفسها والقيم عباره عن مين، الخطوات اللي خدها كل رقم عشان يوصل لرقم واحد تمام. طيب فبعد كده احنا عايزين بقى نجيب مين، نجيب المفتاح صاحب اكبر عدد خطوات. فنجيبها ازاي، بنستخدم الماكس فانكشن تمام. الماكس فانكشن لو انت جيت استخدمتها على الديكشنري تمام، هترجع لك اكبر مفتاح في القيمه ذات نفسه، يعني قيمه المفتاح ذات نفسه. يعني لو انت هقول لك اهو، يعني انت لو جيت بصيت مثلا على القيمه، على المثال ده، لو انت جيت مثلا قلت الديكشنري ده 1 بيساوي 6 و12 بيساوي 0 تمام، فلو انت جيت قلت ماكس هيرجع لك 12. طب ازاي، ما هو بيبص على قيم المفتاح ذات نفسه، في عندك مفتاحين 2 1 و12 فيرجع لك 12.
طيب انما بقى لو انت عايز بقى المفتاح صاحب اكبر فاليو او صاحب اكبر قيمة، تمام، فهو المفروض يبقى رقم واحد، صح؟ عشان المفتاح بيساوي واحد بيساوي ست، انما 12 هناك بيساوي صفر. طيب فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا المفروض ان احنا نجيب قيم المفاتيح ديت، نشوف المفتاح ده قيمته قد ايه، ونقعد نقارنها ببعضها وناخد المفتاح صاحب اكبر قيمة. فاللي هيعمل لنا الكلام ده كله سطر واحد، ودالة واحدة اسمها ماكس، ماشي؟ هندي لها مين؟ هندي لها التري، وبعد كده نقول لها الكي. الكي دي الوجه المقارنة، دي وجه المقارنة، تمام؟ هنقول له بتدي له فانكشن، تمام؟ والفانكشن دي بيقعد يستخدمها على عدد العناصر الموجودة في مين؟ في العنصر الأولاني ده. فهو تري دوت جيت دي هيعمل ايه؟ تري دوت جيت ديت هيفضل يستخدم المفاتيح الموجودة في التري ديت، تمام؟ هيقعد يستخدمها. ديت تري دوت جيت نفس الدالة اللي احنا استخدمناها هنا، نفس الداله اللي احنا استخدمناها هنا بالظبط، تمام. فيقول له تري دوت جيت، تمام. هتقعد بقى انت يجيب تدي له المفتاح، فياخد المفتاح مثلا، فيقول له المفتاح مثلا رقم واحد قيمته 6، تمام. والمفتاح بعد كده يجيب المفتاح اللي بعده، المفتاح رقم 12، فيشوف المفتاح رقم 12 قيمته كام، 0، تمام. وبعد كده يقارن قيمتين الاثنين بتاع المفاتيح، اول قيمه كانت 6 وتاني قيمه كانت 0، فمين اكبر مفتاح له قيمه؟ رقم واحد. فخلاص يرجع لك رقم واحد، تمام. فدي الفكره. لو انت عارف الماكس فانكشن هي بسيطه خالص، تمام، بس يعني حاول تجرب في اكتر من قيم كده عشان تفهم هي بتشتغل ازاي. بس هي دي الفكره، هي بتوفر عليك كتير جدا، وكان ممكن انت تكتب كود كتير عشان تنفذ الحاجه دي، بس هو في سطر واحد عمل لك الدنيا دي كلها، تمام. بس فكده الفانكشن خلصت، الموضوع بسيط خالص، تمام. بعد كده بقى ايه، تعال نجرب كده على رقم، على مليون، دي على 10 مليون، تمام. تعال نجرب على مليون، هو على كده على مليون، تمام. خدت كام؟ خدت ثانيتين ونص تقريبا يعني، تمام. طبعا الجزء اللي انا حاططها في الاول دي عشان يحسب لي مين، عشان يحسب لي الوقت اللي هو بتستغرقه، خدت كام وقت قد ايه، عشان تحسب الحكايات دي، تمام. فلو انت ممكن تحذفها عادي، ما فيش اي مشكله، وتشتغل معاه، تمام. فتعالى كده ناخد الرقم، بسم الله، حطه هنا، شيك، تمام. فالحمد لله المساله اتحلت الحمد لله، والحل صح، تمام كده. بس فهو المسألة الحمد لله بسيطة خالص، ويعني فكرتها حلوة صراحة. أنا كان يعني كان عندي أفكار تانية إن أنا كنت ممكن أحلها بيها، بس الصراحة لقيت ده أبسط حل، ويعني مقنع، وكمان حل سريع، فقلت يعني هو الحل الصح إن شاء الله. بس فيا رب يكون الفيديو ده عجبك واستفدت منه، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع أصحابك، وأشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا، سلام عليكم.